كان عندنا مزرعة بسرعين، كان الحلم تطلع على المزرعة، تعرف ولد 3-4 سنين مزرعة غنم خيط، وإذ بلحظة بينسرق منك الحلم، اختفوا بقاش فينا لسبب أو لآخر. دايما في حجج للأولاد إنه ما فينا، في ناس ما بيحبونا وفي ناس بيحبونا، وكان في تنبيه مع الحاجز وقت تحكي، عم بحكي ابن 5 سنين ليك شو عم بتحمله، يعني عم بتحمله اوعى انتبه ما تقول، قول بيسألوك من بتحب، من حبكن مين، نحن فلسطينية من حبكن، سورية من حبكن، بس لتقدر تقطع مرحلة بوجه سلاح. بهذا الوقت شفت الليبية، الليبية كان عندهم كلاب، بكذا وقت كانوا يخوفونا بالكلاب، يهجموا الكلاب علينا، نحن أولاد عم نلعب. صار حلمي احمل سلاح وقوس عليه، احنا ما كنا عم نعرف شو عم بيصير، يعني كيف اليوم انت بتكب فرقع وتنبسط بالفرقع، نحن بوقتها مبسوطين بالفرقع. لسنة 80-81 بهذا الوقت انا كنت انزل اتدرب بيروت واطلع، لا في نهار بيطلبونا بنزل وما بعد بطلع، يعني صار الحلم ترجع على حمانة، لك ما الله احلام، يعني احلام ترجع على بيتك، من حلم انك تعمل طبيب بيطري لحلم انك تحرر، تحمل بارودتك، تحرر بيتك، تحرر حالك، تعيش بحرية، لحلم هيك كتير قصير انك تعمل مهندس. قد ما شفنا وقد ما صار معنا صار هالقد الحلم، هالقد صغير. يعني اكبر صاحب لإلي هو الشجر، الشجر ما بيقبل النجاسة، اذا بتجيب نجاسة بيقبل.